بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلبة والطالبات من الصف الثالث الإعدادي وحتى الصف الثالث الثانوي على قناة مستر عزت لشرح تبسيط قواعد اللغة الإنجليزية كمان حل التدريبات على مناهجك المختلفة. أما بالنسبة لطلبة الصف الأول الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي فمرحبا بكم على قناتنا الثانية، قناة إنجليزي ابتدائي عند إعدادي مع مس هناء السمان. ان شاء الله النهارده يا شباب لقانا مع طلبه وطالبات الصف الثالث الاعدادي، ثالث اعدادي، ان شاء الله النهارده مستمرين مع تدريبات الوحده بتاعتك، الوحده الثانيه من كتاب جمع مشين 23. شباب شغالين مع الوحده الثانيه الدرس الثالث والرابع. بدايه ان شاء الله على صفحه 100، وزي كالعاده بتاعتنا ان احنا شباب بنجيب لك تدريبات الدرس كله، يعني ثلاثه واربعه كلهم ان شاء الله هنجيب كل التدريبات بتاعتها، الفوكابلري والجرامر والمحادثات، كل حاجه موجوده فيها ان شاء الله. بدأنا زي ما قلنا مع صفحة 100، الكتاب اللي احنا شغالين عليه شباب كتاب جيم للعام 2023، كتاب جيم. تصبح مع بركة الله ونبدأ مع أول عنوان على صفحة 100 بيقول لك فيها براكتس، طبعا ممارسة مع الفوكابل اكسرسايز، ريمبرنج التذكر، اندرستاندنج الفهم، ابلاينج التطبيق، انالايزنج التحليل، ايفالويتنج التقييم، وكرييتنج الإبداع. مع العنوان الأول بيقول لك فيه read and complete the text with words from the following list. بنقرأ النص ده يا شباب وبنكمله بكلمة من الكلمات اللي في القائمة اللي هم traditional، تقليدي. يعني تقليدي يعني شيء تقليدي الناس تعرفت عليه في مجتمع معين، يعني مثلا زي عندنا في مصر العروس تلبس فستان ابيض في الزفاف، ده اسمه تقليدي، حاجه تقليديه الناس بتعملها كعرف، تمام كده تراديشن معناها تقليدي. منها كلمة تراديشن يعني تقليد أو عرف، يبقى تراديشن التقليد ده صفته، إنما تراديشن العرف والتقليد ده كده الاسم منه. طيب فيموس معناها مشهور، هاند كرافت معنى حرفة اللي هي الحاجات اليدوية اللي بيعملوها بإيديهم، زي كل المشغولات اليدوية اللي بتعملها الفنانين اللي عندنا في مصر اللي هم طبعا اللي بيعملوا كل المشغولات اليدوية، سواء كان سجاد أو النحاس أو النحت على مصنوعات البوتري اللي هي الاواني الفخاريه والحاجات دي كلها، دي نوع من انواع الحرف. تراديشن احنا قلناها من شويه تقليد، كلمه انكرج معناها يشجع، وانكرجنج ده تشجيع، وده شكل اجر. ونبدا على بركه الله بسم الله نكتب ايجيبت. ايه بقى اندستري؟ ايه الصناعه اللي في مصر اللي مالها بقى؟ هاز 4 مليون وركرز، فيها 4 مليون عامل. صناعه الحرفيه بقى، الحرف اليدويه عندي فيها 4 مليون عامل شغالين في هذه الحرفة أو هذا النوع من أنواع الصناعات في مصر. طيب the south of Egypt جنوب مصر is كذا for its beautiful handicrafts. هتقول لك مشهور جنوب مصر، مشهور جدا بالمشغولات اللي هي الحرفية زي ما قلنا. طبعا عندك مدينة الأقصر فيها مجموعة حرف، في أسوان، في سوهاج، يعني مجموعة دي طبعا مدن الصعيد تحديدا اللي هو بيتكلم عنها. طيب نكمل بقى يا شباب، يقول لك as a result of technology، كنتيجه للتكنولوجيا، these arts، هذه الفنون، are almost disappearing، للاسف بدات تختفي. طيب from the Egyptian market، من السوق المصريه، لان احنا قلنا التكنولوجيا دخلت مكانها. we should aid by young people to learn about it، لازم نشجعهم، يبقى ناخد الفعل encourage علشان نكمل بيه الفراغ رقم ثلاثه. طب بيكمل to learn about these ايه بقى crafts، علشان نخليهم يعرفوا عن هذه ايه بقى traditional الحاجات التقليديه، الحرف التقليديه دي، ويتعرفوا عليها ويعرفوا عنها to keep them to keep the skill alive، علشان نحافظ على المهاره على قيد الحياه اللي هي مهاره المصنوعات الحرفيه او الحاجات اللي الناس بتعملها باليد، هاند كرافت، مشغولات باليد، كل الحرف اللي الناس بتعملها بايديها. المجموعة الثانية من التدريبات على الفوكابلري بيقول لي choose the correct answer from A, B, C or D. المرة دي هنختار، ومع الجملة رقم واحد بيقول لك ايه فيها؟ There was a colorful picture، صورة مزينة جميلة حد جدا فيها ألوان زاهية on the wall على الحيط. The antonym of colorful، colorful معناها فيها ألوان زاهية، طب عكسها إنها ألوان تبقى ايه؟ old بمعنى كبير في السن أو عجوز، bright color ألوان فاتحة براقة، old fashioned موضة قديمة، ولا colorless، colorless ما فيهاش ألوان خالص. طب يبقى colorful مليانه الوان، عكسها انها تبقى ايه؟ colorless مفيش فيها الوان خالص. اتنين بيقول لك فيها the computer is not working، الكمبيوتر مش شغال. is it كذا ان؟ is it كذا ان؟ عايز اقول لك ايه؟ الفيشه بتاعته محطوطه شغال، يعني متوصل بالكهرباء. طب نقولها plugged مع ان تبقى الفيشه في الكهرباء، paused بمعنى مره، logged بمعنى هيشتغل كده على النت، هتدخل على الكمبيوتر بتاعك، ولا planted مزروع؟ هنا بقى السؤال is it plugged in؟ هي الفيشه متوصله؟ ثلاثة to get the noun from the person from art، كلمة art معناها فن. طب عايز اخليها انسان، عايز اخليها شخص اللي هو الفنان، نضيف لها السافكس ايه بقى؟ اي اي ان ولا او ار ولا اي ار ولا اي سي تي؟ اي سي تي عشان تبقى art يعني فن، artist يعني فنان.
الجملة رقم 4 بيقول لك فيها could you هل يمكنك كذا كم in the electric kettle. electric kettle اللي هي الغلاية الكهرباء. طيب please من فضلك I want to boil some water. أنا عايز أغلي بعض الماء. طيب ممكن إيه بقى؟ عايز أقول له حطها في الفيشة. طب نقول turn يشغل plug بمعنى plug مع حرف الجر إن يعني يضع في الكهرباء يوصلها بالكهرباء. log أنت كده بتدخل على الجهاز بتاعك. charge بمعنى يشحن. لا هو بيقول إيه؟ plug in يعني وصل الفيشة بتاعتك. هنحرك الشاشة تبقى جملة رقم 5 هي اللي ظاهرة قدامنا بيقول لك فيها فراغ is an object كذا هو عبارة عن ايه؟ object made by a person. object معناها شيء شيء بيصنعه انسان in a traditional way بطريقة تقليدية such as basket زي السلة زي الباول اللي هي القصرية. ايه ده بقى كده؟ دي بتبقى كده جولري مجوهرات ولا هاند كرافت مصنوعات يدويه او حرف يدويه او حاجات بتعملها بايدك ولا انفورميشن معلومه اندستري صناعه كده هاند كرافت. هاند كرافت معناها حرفه يدويه حاجه بتصنعها بايدك. سته بقول لك فيها to form the noun عايزين نشكل الاسم of the verb من الفعل congratulate. congratulate معناها يهنئ. طب الاسم منها ايه؟ يعني تهنئه. طب نضيف لها السفكس ايه بقى؟ نضيف لها اللاحقه ايه؟ اي ار ولا ان اس اس ولا اي او ان ولا امينيتي. كونجراتوليت يهنئ نضيف لها كونجراتوليشن عشان اللي هي الاي او ان عشان تبقى ايه؟ عشان تبقى تهنئه. طيب سبعه ولا فيها اوجه الفراغ از ا ثيك كفرنج اوف سوفت ماتيريال كذا عباره عن غطاء تمام غطاء سميك جدا من ماده سوفت يعني ناعمه او رقيقه which is put over a floor وده بنحطه على الارض يبقى ده ايه ده؟ كيرتن الستاير الستاير اللي فيش على الارض كاربت سجاد ولا كوشن ودي معناها مسند ودي الحاجات دي زي المقاعد انت بتحطها تستند عليه يعني ماشي ودي حاجه برضو ممكن تتسند عليها صوفا اللي هي الكنبه لا احنا بنفرش على الارض السجاده نفرد بنفرش كاربت على الارض سجاده. حركنا الشاشه شويه عشان تبقى جمله رقم 8 ظاهره بدا فراغ مين سوبوت الكتريسيتي معناها ان احنا نحط الكهرباء انتو سمثينج في شيء ما ساتش از افون زي التليفون. ايه ده معناها ايه دي بقى ايه الشيء ده؟ جيس يخمن ولا دروب بمعنى يسقط شيء يوجعه يعني اماجين اتخيل وتشارج يشحن اه هي دي تشحن يعني معناها تحط كهرباء في الجهاز ده زي التليفون لما تحطه على الشاحن. تسعه بتقول ايه؟ وي نيد تو بوت كلرفول بيبر احنا محتاجين نحط ورق مزين جميل في الوان حلوه كده ان ذا سيتنج روم في حجره المعيشه حجره ايه اللي الناس تقعد فيها حجره الجلوس. وي نيد تو محتاجين ايه بقى؟ انت كده عايز تعمل ايه؟ ديكوريت يزين ما انت عايز تحط له ورق ملونه وحاجات ملونه. جيس يخمن كبر يغطي ولا تشارج يشحن انت كده عايز تعمل ديكوريت بقى عايز تزين المكان ده وتخليه جميل. عشان بقول ايه؟ ذا نيو مترو المترو الجديد از كذا تو ران اندر انه هيسير تحت جراوند الارض تمام. زي بوت اتس دروينج عمل الرسومات بتاعته اند بلانز والخطط بتاعته. طيب دامجت معناها اتلف شيء تيكن بمعنى ده تيك توك تيكن وده تصريف تام فعل ياخذ. جيس بمعنى خمنه وديزاين بمعنى صممه هي دي. بقول لك المترو الجديد متصمم علشان ايه؟ يمشي تحت الارض ومعمول الرسومات بتاعته ومعمول الخط بتاعته كل حاجه. نتحرك مع الصفحه الثانيه اللي هي صفحه 101 والكتاب عندك تايم تو براكتس وقت للممارسه. شغالين بقى مع ايه بقى التدريب ده؟ read and complete the text with words from the following text list. هنكمل بقى الفراغات دي من كلمات من السته دول. عندي سته في اربع فراغات يبقى في اثنين مش هنستخدم. الكلمات هي ايه؟ instructions يعني تعليمات either كذا او كذا يا اما ده يا اما ده both معناها كلا يبقى اثنين charge معناها يشحن change معناها يغير وعندي باسورد اللي هي كلمه المرور انت بتستخدمها عشان تدخل على الجهاز بتاع الموبايل بتاعك او حتى اللابتوب الكمبيوتر كل الحاجات. بيقول لك في البدايه طبعا شباب احنا قلنا بنقرا الاول وبعدين نبدا نجاوب. When you buy a new laptop لما بتقرا تشتري لابتوب جديد first اول حاجه you should ايه the battery البطاريه تعمل لها ايه؟ تشحنها لانه مش هيشتغل من غير ما يبقى فيه كهرباء. دي هي رقم واحد يبقى انت كده تشارج هتشحن البطاريه بتاعت اللابتوب بتاعك عشان يقدر يشتغل تمام. also ايضا نعمل ايه بقى كمان؟ you should read the كذا to know how to use it لازم نقرا ايه؟ نقرا الانستركشنز التعليمات عشان نعرف نستخدم اللابتوب ده ازاي. طيب بعد كده بيكمل سكند الحاجه الثانيه you should get a to log in your laptop لازم يكون عندك ايه عشان تقدر تدخل على اللابتوب بتاعك ده؟ لازم يكون عندك باسورد لازم يكون عندك كلمه مرور تمام تدخل بيها على الجهاز بتاعك. طيب your password should be بياكد لك الكلام اهو لازم تكون ايه الباسورد كذا strong and secret قويه وكمان ايه سريه يبقى انا عايز تكون حاجتين يقول لي يكون فيها ده وده يبقى both لازم يتوفر فيها حاجتين both strong and secret.
You mustn't give it to another person. واوعى تدي الباسورد بتاعت الجهاز بتاعك لحد علشان ما يستغلوش من وراك. طب نبتدي بالتاني، والمرة دي بقى choose the correct answer from ABC ordering. ها أول واحدة ولا فين؟ do إن أنت تعمل كذا is to connect equipment، إن أنت بتوصل جهاز to electricity بالكهرباء. كده أنت بتعمل إيه؟ fill in يملأ، plug in يوصل فيشة، ولا log in أنت بتدخل على الجهاز بتاعك، ولا turn off تطفيه. كده أنت بقى يبقى plug in بتوصل فيشة الجهاز بالكهرباء عشان الجهاز يشتغل. إني بقول فيه he switched on the mobile، شغل الموبايل. تمام، this means he بقى on the mobile. هو شغله. طالما ان هو شغاله يبقى عمل ايه بقى؟ lost فقد، ولا broke كسر، ولا turned شغله، ولا bought اشترى، buy bought. turned on، turned on معناها شغال. مش بقول لك switched on، switched on معناها شغال، تساوي turned on يا شباب. طيب في تاتا بقول لك ايه فيها؟ modern technology، التكنولوجيا الحديثة has opened our eyes to many things، فتحت عينينا على حاجات كتيرة. طيب the antenna عايز مضاد كلمة modern، عكس modern، modern يعني حديث، عكس حديث ايه؟ نيو جديد، ولا اولد قديم، ولا ريسنت حديث، ولا ليتست بمعنى الاخير او الحديث برضه. مودرن يعني حديث، عكسها اولد، حاجه تكون قديمه. اربعه بيقول لك فيها تو فورم ذا ادجكتيف، عايزين نعمل صفه اوف تراديشن. احنا قلنا تراديشن معناها عرف او تقليد، طيب عايزين نخليها صفه، تقليدي، نضيف لها السفكس ايه؟ نضيف لها اي بي ال اي، ولا او يو اس، ولا اي في اي، ولا اي ال. تراديشن تبقى تراديشنال عشان تتحول من عرف او تقليد الى تقليدي. واحنا قلنا تقليدي يعني حاجه موجوده تقليديه في البلد الناس كلها تعرف. نتحرك مع جمله خمسه بيقول لك فيها اوجه الفراغ اذا سبيشال، سبيشال معناها خاص، سيكريت معناها سري، وورد كلمه، يبقى كذا عباره عن كلمه سريه وخاصه. That you must write، لازم تكتبها، to say or say before you can use a computer، ممكن تكتبها وتقولها قبل ما تستخدم الكمبيوتر، or go into a place، او ممكن تدخل مكان. في بعض الاماكن تحتاج كلمات سريه ليها بيبان، بيبان سمارت ذكيه، ما ينفعش تدخلها غير لما تقول له الكلمه السريه بتاعتك او الباسورد. يبقى كلمه المرور اي باسورد، خلاص انا قلتها. باسبورت ده جواز السفر بتاعك، كروس وورد كلمات متقاطعه زي اللي انت بتشوفها في الجورنال دي. عندي كروس رود معناها تقاطع طرق، تلاقي طريق متقاطع. ستة بقول لك فيها تو فورم فيرب، علشان تعمل فعل، فروم ذا ناون، من الاسم فورم، كلمة فورم معناها استمارة. طب عشان تعمل منها فعل وي اد ذا برفكس، ايه السابقة اللي بنضيفها لها؟ هنا قلنا كلمة فورم معناها استمارة، عشان تخليها يعلم، يعني تدي حد معلومة، نحط لها ايه؟ ان، ولا ان، ولا ان بالاي ان، ولا دي اللي هي دي ايه؟ تحط لها اي ان عشان تبقى انفورم. انفورم معناها يعلم، يعني يعلم يعني تعلم حد بحاجه. سبعه بتقول هي وركس هارد تو، هو بيعمل بيد واجتهاد علشان انف ماني، مال كافي، فور هيز فاميلي العيله بتاعته. كلمه ماني يا شباب يجي معاها ايرن بمعنى يكسب مال، ولا وين يفوز بجائزة، ولا لوز يخسر او يفقد، ولا مس يفوته زي ما تفوتك الدوبيس في الحاجات دي. مع المال يا شباب نجيب الفعل earn معنى يكسب مال. تمام، بتتكلم عن محمد صلاح is an amazing player، لاعب مدهش. amazing is similar in meaning to، شبه ايه في المعنى؟ terrible فظيع، ugly قبيح، surprising مذهل، ولا helpful مساعد. amazing زيها زي surprising. حرك الشاشة عشان تبقى جملة رقم 9 و10 ظاهرين قدامنا. 9 بدأ بفراغ means to make a machine stop working، كذا معناها ان انت تجعل الآلة تتوقف، تبطل شغل. ايه بقى؟ switch on تشغل، log out، log out بمعنى تطلع من الموقع اللي انت كنت داخل عليه، كنت داخل موقع الكمبيوتر تروح طالع منه، ولا fill in بمعنى يملأ استمارة، ولا turn off تطفي جهاز. هي دي turn off تطفي جهاز، معناها ان انت تخليه يقف ما يشتغلش. 10 بتقول my computer turned off، جهاز الكمبيوتر بتاعي طفى، and I cannot log in again، مش قادر ادخل تاني، log in مش قادر تدخل على الجهاز تاني. the antonym of log in، log in احنا قلنا ايه؟ log in بمعنى تدخل على الجهاز تبدأ تستخدمه، عكسها log out ان انت تطلع من الموقع بتاعك، تطلع من البرنامج اللي انت مشغله، تطلع من الفيس، تطلع من كده، اسمها log out. يبقى log in انت بتدخل على الجهاز، log out بتطلع منه. turn on معناها يشغل خطأ، switch on معناها يشغل برضه خطأ، سويتش اوف معناه يطفي، احنا لا هنطفي ولا هنشغل، احنا كل الحكايه هندخل على الجهاز بتاعنا او هنطلع منه. طب نروح للتدريب اللي بعده كده بقى، هنروح على اللانجوج الجرامر اللي كان جاي في جزء الدرس عندك 3 و4، كان بيتعامل مع ازمنه الماضي. براكتس
language exercise تدريبات الجرامر بتاعنا، برضه remembering التذكر مهم جدا معانا، understanding الفهم، applying التطبيق، analyzing التحليل، evaluating التقييم، و creating الابداع، كل ده مهم جدا معانا. نروح للمجموعة الأولى من التدريبات. read and complete the text with words from the following list. هنقرأ ونكمل بكلمة من دول الستة دول. هنعمل on بتاع حرف جر معانا، charged معناها شحنة، was trying كان يحاول كذا، tried حاول، طبعا الأولانية was trying ده ماضي مستمر، tried ده ماضي بسيط، of ده حرف جر بنستخدمه عشان يفيد الإطفاء أو قفل الشيء، جزد معناها خمن. نقرا قطع. last week my laptop stopped working. في الاسبوع اللي عدى اللابتوب بتاعي توقف عن العمل. تمام. اي كذا اتس ا بيتر. اتس ذا باتري. عايز اقول لك كده ايه، انا خمنت ان البطاريه فيها مشكله، الجهاز وقف. طالما انه وقف يبقى ايه، يبقى البطاريه فاضيه. طيب دي خليناها رقم واحد، نكمل بقى مع بعض. سو ولذلك اي ايت فور ا لونج تايم، بما انه خمن ان البطاريه فيها مشكله يبقى يعمل ايه، خلاص يروح يحطه على الكهرباء عشان ايه، علشان يشحنه. اي تشارجد، شحن الجهاز بقى لفترة طويلة جدا، البطارية طبعا. But it didn't help. لكن للأسف الموضوع ده ما جابش هم وما اشتغلش. I tried to turn it. أنا حاولت إيه؟ turn إيه؟ كده turn on. أنت حاولت تشغل الجهاز بتاعك. لكن للأسف في مشكلة برضه، جهاز إيه؟ ما اشتغلش. But it didn't work. للأسف. The amazing thing was while I. الحاجة المذهلة إنه بينما هو كان بيعمل إيه؟ خد بالك من while أهي، وجاي وراها ضمير أهي. to know the problem. هنا بقى انت عايز ماضي مستمر. I was trying. طالما هنا هو وايل عندك وفي فعل، يبقى انت was trying. انا كنت بحاول اشوف المشكله فيه. الحمد لله ربنا يسر واشتغل. it worked suddenly. اشتغل فجاه. I was surprised and happy. كان فوجئ وفي نفس الوقت ايه، سعيد باللي حصل والحمد لله. طيب نكمل التدريب الثاني. complete the sentences with the correct form of the word. طبعا طالما جرامر يا شباب يبقى انت شغال على ايه، بيجيب لك جمل فيها افعال غلط او فيها جرامر غلط وانت تصحح. شغالين عليه احنا الجزء ده من الوحده، بيركز على الماضي البسيط والماضي المستمر. طبعا في فرق شاسع ما بين الماضي البسيط والماضي المستمر. ماضي بسيط عن حدث وقع وانتهى في الماضي وخلصنا، لكن ماضي مستمر يعني حدث كان مستمرا في الماضي قطعه اخر. انت كنت بتعمل حاجه في الماضي وحد عطلك شويه وبعدين رجعت تكملها، ده الفرق بينه. طيب تعالى بقى نبدا الجمله الاولى. بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول لك ايه فيها؟ about 4 years ago. من حوالي 4 سنين عدت. ago كلمه من الكلمات ايه؟ الداله على الماضي البسيط. اي وبعد كده فراغ. decide. decide معناها يقرر، ده كده في المصدر. to become a musician. كده انت عايز تخلي الفعل decide في الماضي، يبقى تضيف له دي لان هو اخد دي، يبقى decided. شو بقى عملنا ليه؟ ضفنا لها دي. طب بنكمل. زي وجاب لي فراغ. walk in the park when I last saw them. حلو خالص. ادي وين هي جايه وراها ماضي بسيط اللي هي اللي عندك اهي last saw them. يبقى انت كده عايز تخلي walk ايه؟ عايز تخلي walk في الماضي المستمر. يبقى تقول ايه؟ where walking. ادي where اهي، وتبقى walk w a l k i n g. هم كانوا بيمشوا او كانوا بيتمشوا في الجنينه لما انا شفتهم. طب جميل جدا. الجمله اللي بعدها. She was driving very quickly. كانت بتقود بسرعة شديدة جدا. While the accident happened. While ما يجيش وراها جملة ماضي بسيط. المفروض جملتها تكون ماضي مستمر. طب مين البديل؟ مين اللي ينفع يجي جملته ماضي بسيط؟ When. W-H-E-N اللي هي معناها عندما، ودي اللي بناخدها هي. طيب my father والدي want to be a champion when he was young. Was young تدل على الماضي. يبقى want تخليها wanted. والدي أراد. W-A-N. W-A. ان تي اي دي وونتد. بابا كان عايز، اراد ان هو يبقى رياضي لما بطل بقى لما كان صغير في السن، ما كانش شعب. وايل وي ويجيب لك بلاي تنس ات ستارتد تو ريد. حلو. يبقى وايل جملتها فيها فاعل، يبقى انت كده محتاج انها تكون ماضي مستمر لان هنا في ماضي بسيط. ات ستارتد تو ريد ده ماضي بسيط. يبقى هنا هو لازم تقول ايه؟ تقول ايه؟ وي وير بلاينج. وي موجوده، يبقى انت من عندك وير اهي. تمام. ودي بلاينج موجوده، بس احنا هنخليها ايه؟ نخليها في شكل استمراريه، تبقى بلينج. نطلعها شويه طبعا لما نكتب، اكتب لك بخط كبير عشان لما تيجي انت تشوف الشاشه بتبقى تظهر معاك. طبعا لو بتشوف من الموبايل هتلاقي الكلام ده اصغر من كده شويه، فانا عشان كده بنعمل حسابنا كده ان انت ممكن تكون بتشوف من الموبايل فبنجيب لك الخط كبير. طيب المهم جمله رقم 6، بس نبص فيها. لا وي جاب لي فراغ. بي ان نيويورك لاست يير. لاست يير السنه اللي عدت، يبقى عايز الماضي من بي اللي هو يكون. طب ايه الماضي من فيرب تو بي مع وي؟ وير. دبليو اي ار اي. تمام كده. احنا كنا في نيويورك السنه اللي عدت. عشان نحرك شويه عشان تبقى جمله رقم 7 ظاهره قدامنا. بيقول لك فيها هي وجاب لي فراغ ديد هيز هوم ورك وين هيز فاذر كيم هوم. حلو. ادي وين هي، شايف وين هي قدامك طبعا. هنا هو وين هي ظاهره قدامنا وراها جمله ماضي بسيط، يبقى انت عايز الناحيه الثانيه
عايز الناحية التانية ماضي مستمر. طب الفاعل هنا هو هي، هي تمام جدا، يبقى انا كده عايز ايه مع هي؟ عايز ووز. نجهز بس كده، هي ووز تمام. طيب الفعل دو تعمل له ايه؟ تضيف له اي ان جي اهي، تبقى كده دوينج. عشان تبقى هي ووز دوينج هيز هوم وورك، ده كان بيعمل الواجب بتاعه عندما جاء والده. لحظة عشان اتحركت الإجابة من مكانها، هنرجعها مكانها تاني اهي. هي ووز دوينج تمام كده، خلاص رجعناها مكانها. هي ووز دوينج هيز هوم وورك وين هيز فاذر كيم. هنرجع الشاشة تاني تمام. الجملة 7 هي اللي كانت قدامنا شغالين عليها، خلاص خلصناها تمام. يقول لك ايه فيها؟ وايل احمد بينما احمد وجايب لي دو هيز هوم وورك ذا تليفون رانج، التليفون رانج. جميل جدا، نفس الفكره. وايل احمد هنقول ايه؟ ووز دوينج برضو زيها زي اللي فوق، ادي ووز اهي تمام كده. وهنكمل بعدها ايه؟ دوينج زيها بالظبط، فهي دوب كده ندوس عليها تبقى اتكتبت اهي خلاص. نروح اللي بعدها. I was reading a detective story. انا كنت بقرا روايه فيها بقى اللي بيقولوا عليها روايه بوليسيه. while I heard a noise. while ما جيش وراها ماضي بسيط يا شباب. heard ده ماضي بسيط. مين البديل بتاعها؟ البديل بتاعها وين؟ w h e n تمام؟ اهي قدامك مكتوبه تمام تمام. عشان ولا فيها they وجاب لي فراغ. was watching TV when I arrived. الله، ازاي زي يجيب معاها was؟ ما ينفعش زي يجيب معاها where. W E R E they were watching ما كانوا بيتفرجوا على التلفزيون لما انا وصلت. ليش بقول لك فيها somebody threw a stone at him، شخص ما القى عليه حجر، رمى عليه حجر طوبه. طيب he was playing if، ازاي اقول if؟ لا ازاي if ما تنفعش في ربط الجمله بالشكل ده، لا عايز اقول عندما، يبقى اجيب بقى ايه؟ when، عندما كان يلعب. طيب ماشي، نحرك الجمله 12 تبقى ظاهره قدامنا. يقول لك في 12 يو جاب لي فراغ ديسايد تو فيزيت هيز جراند ماذر يسترداي. يسترداي كلمه دل على الماضي البسيط، يبقى انت ديسايد كل اللي تعمله تعمل لها ايه؟ ضيف لها دي عشان تبقى ديسايد تمام؟ ديسايد اهي عشان تبقى ماضي بسيط. جميل جدا. واي وجايب لك شي كراي اول داي يسترداي. كلمه اول هي معناها طواله، وراها ظرف زمان تدل على الاستمراريه. طيب الاستمراريه في زمن ايه؟ زمن الماضي. الماضي يبقى انت تقول ايه؟ ماضي مستمر. يبقى نقول ايه بقى؟ واي، وبعد كده هو ووز شي كراين اهي، ووز اهي، ونكتب من عندنا شي وادي كراين سي ار واي اي ان جي. شوف بقى بقت ازاي تمام، بس لحظه نرفعها لفوق شويه علشان تبقى انت شايفها بطريقه افضل اهي. شايف كده اهي، واي ووز شي كراين، كلمه استفهام فعل مساعد ووز، وبعد كده الضمير، وبعد كده المصدر فعل زاد ان جي، وبتكمل. طيب نروح ليه اللي بعدها. 14 ولا فيها at 8:30 a.m. الساعة 8:30 a.m. today. a.m. معناها صباح. الساعة 8:30 صباحا اي انا درايف تو ورك. اداك ميعاد محدد، طالما اداني ميعاد محدد يبقى بيتكلم عن الفعل ايه بقى اللي هو بيقوم بيه؟ الفعل يكون في الاستمرارية. طب يدل على ايه الفعل هنا؟ هو زمنه ايه؟ يقول لك today اليوم، يبقى كده هو انت كده بتتكلم عن فعل وقع وكان في الماضي، بس هنا هو في استمرارية، يبقى was driving لانه بيديك ميعاد محدد. الساعة 8:30 كان سايق، يبقى نقول was، وادي الفعل درايف دي ار اي في اي ان جي، حذفنا الاي وحطينا مكانها اي ان جي، حذفنا الاي وحطينا مكانها اي ان جي. طب نكمل مع 15. يسترداي اي ونت تو ذا لايبرري، بالامس رحت المكتبة. نيكست اي هاد سويم، بعد كده خد طبعا راح عام في النادي. ليتر بعد كده اي ميت جولي فور كافي. عايز كله في نفس الزمن. وانت ذهب، هاد بمعنى حصل على، فاضل معايا، فاضل ميت تخليها مت عشان فعل شاذ بتجيب تصريفه، لان الافعال القياسيه في الماضي البسيط بنضيف لها اي دي او اي اي دي، انما الافعال الشاذه طبعا اي دي او دي او اي دي. طيب الافعال الشاذه بتعمل ايه؟ بتكون حافظ تصريفه. طيب في الجمله الصرف في از اي از يا اخت وايل يا شباب، كانه بيقول لك ايه؟ بينما كنت كذا. اي از اي واتش تي في ذا لايت وينت اوت، النور قطع، يبقى انت عايزه ليه؟ كان بيشاهد، يبقى ووز واتشنج عشان الضمير اي، يبقى نقول ووز، وادي واتشنج دبليو اي تي سي اتش اي ان جي تمام، ونطلعها لفوق شويه عشان تبقى ظاهره. از اي ووز واتشنج تي في ذا لايت وينت اوت، النور قطع. طب وايل وي كذا بي ان كندا وي ونت سكينج اولموست افري داي، عايز اقول لك بينما كنا في كندا كانوا بيذهبوا للتزلج كل يوم تقريبا. طب خلي بالك من حاجه،
واي اللي المفروض يجي وراها ايه؟ ماضي مستمر، والناحيه التانيه يجي ايه؟ ماضي بسيط. طيب الماضي البسيط جاي اهو اللي هي جوز كين. طيب هنا في مشكله يا شباب، ان فيرب تو بي هو الفعل الاصلي في الجمله، ما اقدرش اخليها وير بينج، يبقى انت تخليها ايه؟ وايل وي وير، يبقى دبليو اي ار اي بس، بينما كنا في كندا. خلاص ما ينفعش تخليها تمام في شكل استمراري، ليه؟ لان الفعل الاصلي لما يكون فيرب تو بي ما ينفعش تخليه في شكل استمراري، لازم يكون في شكل الماضي البسيط، وبيديني فكره استمراري. نحرك الشاشه عشان نروح للجزء الثاني من التدريب، وهنا بقى تايم تو براكتس. وبرضه التدريبات طالما على القاعده بتلاقي فيها قطعه تملاها بفراغات، وبعد كده افعال تتعدل ونصحح فيها. Time to practice. العنوان الأولاني read and complete the text with words from the following list. برضو نفس الحكاية، هنقرأ الكلمات اللي موجودة في القائمة وناخد منهم كلمة في كل فراغ، ما عدا طبعا اتنين مش هنحتاج. الكلمات هي color يعني لون، decorated بمعنى زينة يعني عمل انت زينة وحاجات في المكان زينته، started معناها بدأ، وطبعا الاتنين دول ماضي بسيط كده، was starting كان يبدأ، ده ماضي مستمر، amazing بمعنى مذهل أو مدهش، و colorful معناها في ألوان جميلة وزاهية. نبدأ بالفراغ الأولاني، سامو لك فيها. Last weekend في نهاية الأسبوع اللي عدى our father took us to خان الخليلي، بابا خدنا ودانا خان الخليلي. It was إيه ده؟ To be there. عايز أقول لك كانت حاجة جميلة حلوة مذهلة، it was amazing، هو مبسوط جدا الولد إن راح مع أبوه خان الخليلي. It was amazing to go there. طيب جميل جدا. We saw many shops، شافوا محلات كتيرة جدا that have handcraft objects، فيها مشغولات يدوية. We so beautiful and a carpets are beautiful معناها جميل. طب السجاد يا شباب من مواصفاته ان هو يكون في ايه؟ ان هو يكون في الوان، يبقى colorful كانت السجاد اللي هم شافوه كان جميل وكمان في الوان. طيب we also saw other objects، شافوا مشغولات تانية that are كذا in traditional designs. traditional designs معناها تصاميم تقليدية. طيب يبقى ايه بقى؟ هنا كان بيبقى نقول ايه بقى؟ decorated بقى مزينة. ادي كلمة traditional يبقى decorated كانت مزينة بتزيينات جميلة جدا. decorated designs in traditional. طبعا بكمل. we bought some pots، اشتروا بعض الألوان الفخارية in different colors في ألوان مختلفة for our home للبيت. but the bad thing was that it، الحاجة الوحشة اللي ايه بقى؟ it ايه بقى؟ ترين، عايز اقول لك بدأت تمطر، يبقى started. هناخد الماضي البسيط، ما ينفعش was starting، لأن الفعل ستارت من الأفعال اللي ما ينفعش تكون في الاستمرارية يا شباب، تكون في الأزمنة البسيطة. نحرك الشاشة علشان نروح للجزء الثاني من التدريب، والمرة دي هنصحح الأخطاء اللي موجودة في الكلمات اللي بين قوسين. Complete the sentences with the correct form of the words in brackets. هنصحح من الأخطاء ونستخدم الكلمات الموجودة. At midnight في منتصف الليل I sleep. sleep معناها هنا من المصدر كده. But my sister was listening to music. هنا بقى حدثين كانوا مستمرين في الماضي ومحدش فيهم اثر على التاني، يبقوا الاثنين ماضي مستمر. الولد ده كان نايم واخته في نفس الوقت كانت ايه؟ بتتفرج على او بتسمع موسيقى، يبقى نقول ايه؟ was sleeping. تمام؟ تمام كده؟ was sleeping، والبنت كانت ايه بقى؟ بتستمع للموسيقى. يبقى هو بقى was sleeping والبنت بتستمع للموسيقى. When I was younger، لما كنت اصغر في السن، لما كنت شباب شويه، I eat pizza almost every day. حلو خالص. الكلمات every day و always و usually sometimes لما يكون في اشاره في الجمله اللي هم جايين معاها للماضي زي was دي، خلي الفعل معاها ماضي بسيط. يعني الفعل ايت هنا هو هنخليه ايه؟ ايت، اي تي اي، عشان ده فعل اشاذ. تمام؟ الفعل ايت ياكل الماضي منه ايت صفه تلات ايت. خلاص؟ يبقى كلمات every day و always و usually sometimes لما تلاقي معاهم في جملتهم حاجه داله على الماضي زي was هنا، خلي الفعل معاها مع الماضي البسيط. برغم ان هم كلمات داله على المضارع اساسا، لكن هنا الوضع اختلف في دلاله على الماضي. الجمله تبدا بيقول لك فيها at half past nine yesterday، الساعه 9:30 امبارح. كده هو عمل لك ايه؟ اداك ميعاد محدد وقال لك امبارح، يبقى ده اسمه ماضي مستمر. شي كذا دو هير هوم ورك، يبقى كده لا خلاص، يبقى انت كده عايز الماضي المستمر، يبقى نقول ايه؟ was doing. ادي was وادي doing. تمام؟ يبقى كانت بتعمل الواجب بتاعها. ماشي؟ طبعا الكلمات لما انا مكبر لك الخط عشان ايه؟ عشان تشوف الكتابة، وبعد كده بقى الكتابة موجودة عندك أنت، يعني الموضوع خلاص أنت شايفه، أنت بقى الكتابة الجديدة هي اللي إحنا مكبرين لنا خطها عشان تبقى شايفها. أربعة بيقول لك إيه فيها؟ My son hurt his knee badly. ابني جرح ركبته والعياذ بالله جرح سيء جدا. طيب after he was riding، after يعني بعده. طب إزاي الواحد يتجرح بعد ما كان راكب البايسكل بتاعته؟ لا، ده المفروض أثناء، هو الجرح أثناء. يبقى انت عايز وايل دبليو اتش اي
اللي معناها اثناء، ودي بتيجي وراها جمله ماضي مستمر. شافها، هي ووز رايدنج، شافها. تمام. خمسه ولا وايل ذا ساينتست، اثناء ما العالم ماله از وركينج ان هيز لابوراتوري a friend came to see him. طب ماشي، وايل المفروض يجي وراها ماضي مستمر، ازاي جايب لي از؟ از ما تنفعش، المفروض ووز اهي. تمام، وادي وركينج موجوده، او الجمله الثانيه فيها طرف الماضي البسيط، يبقى تمام كده جمله. تمام، نحرك الشاشه مع الجمله رقم سته، بقول لك فيها our football team، الفريق بتاع الكوره بتاعنا. وين ذا لاست ماتش؟ لاست هنا وتدل على الماضي، يبقى الفريق الحمد لله فاز بالمباراه الاخيره، يبقى وين نخليها ون عشان ده فعل شاذ يا شباب. الفعل القياسي في الماضي البسيط كل بتعمله تضيف له اي دي او دي او اي دي. طب لو كان شاذ بتكون حافظ تصريف. سبعه بيقول لك فيها ماي براذر اند سيستر، اخويا واختي ار بلاينج تنس ات 11 اي ام يسترداي. الله، ازاي كانوا بيلعبوا امبارح الكرة التنس وار؟ طب تيجي ازاي ار؟ ما تنفعش كده، يبقى هما كده ايه بقى؟ يبقى هما كده وير، كانوا بيلعبوا، يبقى دبليو اي ار اي، كانوا بيلعبوا امبارح الكرة التنس. تمام، وهي اللي هناخدها نكملها بتعديل اجابه. تمام، يقول لك فيها many years ago، ماشي سنين عديده مضت، هنا تدل على الماضي. people travel on horseback، الناس كانت بتسافر بالخيل. حلو خالص، يبقى الفعل travel محتاج تعمل له ايه؟ لحظه نكتب هنا، هتضيف له طبعا هتضاعف ال ال وتضيف له اي دي، ادي ترافل. تمام، ال ال الاولانيه اهي، نعمل واحده كمان ونضيف اي دي عشان تخليه ماضي. تمام، احنا قلنا شباب مكبرين الخط علشان تشوف الكلمه بطريقه كويسه جدا. تسعه بقول لك فيها when you arrived at the party، لما انت وصلت للحفله. خلي بالك ان arrived هنا تدل على الماضي، ودي when اهي. طيب هو بي ذير، عايز اقول لك مين اللي كان هناك. طب مين كان هناك؟ طب ادي بي موجوده، يبقى نقول ايه بقى؟ نقول هو ووز ذير، مين كان هناك. تمام، طب يجي حد يقول لي يا مستر مش مفروض ان هو كان مفروض يخلي دي يا ماضي مستمر؟ اقول لك المشكله ان ذير بتو بي هو الفعل اللي بيسال عنه، ما ينفعش اخليه ماضي مستمر، ما ينفعش اقول ووز بي، لا غلط، اقول هو ووز ذير، مين كان هناك. 10 يستر دي ات 7 كلوك، امبارح الساعه 7 عبد الله واتش ا موفي. طالما حدد لك ميعاد وجيب لك معاه يستر دي، يبقى انت عايز الماضي المستمر، يبقى تقول ووز واتشنج، واتش موجوده هنعدل فيها، يبقى تقول ووز اي ووز وبعد كده واتشنج. تمام، ونضيف طبعا اي ان جي عشان تبقى جمله كامله اهي، ووز واتشنج تي في، عبد الله كان بيشاهد التلفزيون. 11 بتقول ماي انكل، عمي، وبعد كده فون مي وايل اي ووز باينج سام فود، ادي وايل جاي وراها ماضي مستمر، يبقى انت هنا هو عايز تخلي فون في الماضي البسيط، تبقى فون اتصل بي اتش او ان اي دي، اتصل بعمه لما كان هو بيقوم بعمليه شراء ايه؟ شراء الطعام. تمام؟ حركه بس شويه كده عشان تبقى واخده جنب، ماشي، وتشوفها انت بطريقه افضل. حركة الشاشه تبقى جمله رقم 12، هي عنواننا، وهي بيقول لك فيها اي فراغ ورك فيري هارد لاست نايت. لاست نايت تدل على الماضي البسيط، يبقى هو عامل واشتغل وبس، دبليو او ار كي اي دي ماضي بسيط وخلصنا على كده، عامل امبارح اشتغل بجد واشتغل. طيب اللي بعدها 13 جيب لك فراغ، وبعد كده هي ووز دوينج هيز هوم ورك، علامه استفهام. الله، طب ده كده سؤال، لما تعمل سؤال في الماضي المستمر وما يكونش عندك كلمه استفهام، يبقى ابدا بووز او وير الاول، هنجيب ووز عشان هو جايبها. طب بعد كده نعمل ايه وراها؟ نجيب الضمير، نجيب هي اهي، ووز هي، وبتكمل اهي، خلاص؟ وبكمل ووز هي وبكمل بدوينج هيز هوم ورك وبكمل لحد الاخر. روح جمله 14 اي هاد تيربل دريم، انا حلمت حلم وحش والعياذ بالله. نيكست نايت، لا حلمت حلم وحش الليله اللي جايه، لا ازاي؟ المفروض الليله اللي عدت، يبقى لاست اللي اي اس تي، ودي من الكلمات الداله على الماضي البسيط. اللي بعدها ذي يجيب الفراغ درينك كوفي افري داي وين ذي وير ان فرانس. خد بالك من الحته دي، وين جاي وراها ماضي بسيط، يبقى الناحيه الثانيه انت عايز ايه؟ عايز ماضي مستمر، يبقى نقول they were drinking عشان هم بقى، where هم كانوا بقى، والفعل drink دي ار اي دي ار اي ان كي. تمام كده، ان كي ونضيف لها اي ان جي. تمام، drinking they were drinking دي ار اي ان كي اي ان جي. تمام، while I بقى كده charge the battery my phone rang، my phone rang ده ماضي بسيط، يبقى هو كان بيشحن البطاريه، يبقى نقول ايه؟ was charging، ادي was اهي charging ونضيف لها ing. تمام، نروح للجملة الأخيرة، يقول لك فيها I جاب الفراغ looked out of the window when the accident happened. when جاي وراها ماضي بسيط، يبقى أنت كده عايز في looked تخليها ماضي مستمر، تبقى was looking، يعني اكتبها تحت في الحتة الفاضية دي
ادي جوز اهي، وادي لوكينج ال او كي اي ان جي. تمام، وكده التدريب اللي هو الجزء الخاص ده بتاع الجرامر خلص، ونروح للتدريب الختامي للدرس 3 و4. واحنا دلوقتي شباب شغالين من كتاب جيم العام 2023. طب تيست يور سيلف، المره دي المفروض طبعا التيست ده يخلص ايه؟ المفروض تخلصه في تلت ساعه، اللي هو التيست ده مش التدريبات كلها اللي احنا عملناها. على يونت كام؟ 2. الدرس كام؟ 3 و4. جميل جدا، نروح للتدريب الاولاني. نحرك شويه عشان يبقى كل التدريب ظاهر. ريد اند كومبليت تكست وذ ووردز فروم ذا فولوينج ليست، بنقرا الجزء ده وبنكمل بيه الفراغات. ديزاينز معناها تصاميم، جمع كلمه تصميم، تصميم الشيء. وير ميتنج كان بيقابل، ودي ماضي مستمر. ميت ماضي بسيط بمعنى قابله. اندستري الصناعات، ان حرف جر وذ حرف جر. تعال نشوف بقى الفراغات هنملاها ازاي. ايجيبت هاز ميني ديفرنت هاند كرافتس، مصر فيها العديد من الحرف اليدويه. طيب جميل جدا. There are wood، الحاجات الخشبية، leather، الجلد المصنوع من الجلد، كتري، الأواني الفخارية، and carpet إيه؟ إيه الحاجات دي؟ كلها الحاجات دي المفروض نوع من أنواع الصناعات، يبقى نقول industries، يبقى دي صناعات موجودة إيه؟ عندنا في مصر وأنواعها زي ما شايف قدام. طيب، these are decorated in traditional، ودي بيتم تزيينها، كلمة traditional معناها تقليدي. طب تقليدي إيه بقى؟ traditional designs، تصاميم تقليدية. تمام؟ عشان تناسب، مش إحنا بنقول حاجات تقليدية بل لازم تكون ديزاينز معاها. طيب these objects are colorful، هذه المشغولات ألوانها زاهية وجميلة، and will look amazing in any home، هتبقى شكلها جميل جدا ومذهلة في أي بيت. these handicrafts are very popular tourists، أي حرف الجر اللي بيجي مع popular؟ popular with، نديها رقم بس ما نكتبش، نديها رقم هنا 3، popular with نديها رقم 3. نروح لي خلاص كده، يبقى دي popular تمام معانا ويز، نحط لها 3 عشان تبقى الرقم ظاهر قدامك. اخر فراغ، last week I went to خان الخليلي and ايه ده a lot of tourists there، عايز اقول لك والتقيت بيه واجابه. طيب يبقى ماضي بسيط، يبقى انت تاخد ميت بس ما تاخدش ماضي مستمر. تمام، لان الحدث وقع وانتهى وخلصنا، يبقى انت تخليه ماضي بسيط. ننتقل للجزء اللي جاي، وهنا الجزء اللي جاي ده فيه قطع هقول لك الملخص بتاعها شباب كالعاده، وانت ايه اقرا براحتك، وادينا هنقول لك الاجابات. القطعه اللي قدامك دي بتتكلم عن التطوير اللي حصل لمركز الفسطاط للمشغولات اليدويه والحرفيه. تمام، مركز الفسطاط ده مركز جميل جدا يا شباب، ويعود تاريخه للعام 1958، لكن وزاره الثقافه قررت ان هو يبقى حاجه من معالم البلد مهمه جدا ولازم يتم تطويره. ده بدا في العام 1995، تم تطويره وبقى شيء مهم جدا، وحطوه على مساحه 2400 متر مربع، وبقى رائع جدا. مركز الفسطاط للحرف موجود فيه مصنوعات من السيراميك والمشغولات اللي من الخشب، ومشغول فيه موجود فيه كيرفنج النحت، وموجود فيه الليزر، ومجموعه عديده جدا من الحرف اليدويه التقليديه المصريه المعروفه اللي بتفتح مجال شغل واكل عيش للناس. طب نروح للتدريبات بتاعته، وانا عندي مهم التدريبات، بيبقى عندي حاجات تشوز وبيبقى عندي حاجات كتابه. الكتابه انا مجهزها لك، وتشوز اننا نشتغلها مع بعض. The passage is about a type of casa center. القطعه دي يا شباب بتتكلم عن ايه؟ المركز دي بتشتغل بتتكلم عنه تورست سياحي، سوشيال اجتماعي، كرافتس بمعنى حرف او مهن، ولا سبورتس بيتكلم عن الكرافتس. احنا قلنا بيتكلم عن مشغولات من البوتري اللي هو الفخار، وبعد كده من الخشب وحاجات كتير. 2. From the passage من القطعه، we knew that سيد الصاد ده was an ايه؟ الراجل ده كان ايه؟ كان ارتست، كان فنان. تمام، ما كانش انجينير مهندس، ما كانش اكتر ممثل، ما كانش اركتكت، مهندس معماري. تدبر لك فيها there are، ماشي، يوجد كذا اكتيفيتيز بمعنى انشطه انسايد الفسطاط سنتر، في مركز الفسطاط في كام حرفه جاب سيرتهم؟ فيور ذان فور، اقل من اربعه، ولا اونلي فور اربعه بس، ولا مور ذان فور، اكتر من اربعه، ولا نوت ميني، اكتر من اربع حرف موجودين. احنا قلنا سيراميك وحاجات من الخشب والنحت وحاجات كتير. نبدا بالاسئله فيها كتابه. سمرايز ذا سكند باراجراف، لخص الفقره الثانيه. الفقره الثانيه اللي هي دي يا شباب، بص بقى عشان تعرف يعني ايه فقره. فقره تلاقي فيه فراغ فاضي، ادي فراغ ده اسمه فراغ، دي كده اسمها فقره الاولى، دي اسمها كده الفقره الثانيه، دي اسمها الفقره الثالثه. بيقول لك لخص الفقره الثانيه اللي هي دي. تمام، اللي هي دي اللي كانت بتتكلم عن ايه؟ كانت بتطور، بتتكلم عن تطوير مركز الفسطاط. اهي انا جبت لك الاجابه اهي، ديفلوبينج، تطوير ذا فسطاط تراديشنال كرافت سنتر، تطوير مركز الفسطاط للحرف التقليديه. طيب السؤال الخامس، what does underlined word it refer to، البرونون it ده يعود عليه؟ لو رجعت للقطعه فوق ادي it هتلاقيها برضو عايده على مركزي، على مركز الفسطاط او المنطقه بتاعه الفسطاط. تمام، هيعملوا تطوير لمركز الفسطاط، اهي ده فسطاط سنتر.
السؤال الأخير، do you think these centers اللي هي زي مركز الفسطاط والحاجات اللي زي كده اللي فيها حرف يدوية دي are important، مهمة جدا؟ why why not؟ اه طبعا مهمة جدا. ليه؟ شوف أنا جبت الإجابة من النص، بص كده هو هنا بيقول لك إيه؟ بيقول لك إيه؟ these hand crafts، هذه المشغولات ماشي مهمة جدا. ليه يا سيدي مهمة؟ لأنها popular، مشهورة ومحبوبة مع التورست، وبتساعد المصريين في كسب المال. أهو الإجابة دي أنا خدتها وكتبتها تحت أهي. Yes, these handicrafts are very popular with tourists and help the Egyptian to earn money. بتساعد المصريين ان هم يكسبوا الماء. نروح للصفحه اللي بعدها عشان نكمل تيست يور سيلف على 4. المجموعه الثالثه choose the correct answer from A, B, C or D. هنختار الاجابه المره دي. تو كذا is put in information، ان انت تضع معلومه تمام so that you can use a computer، ولذلك تقدر تستخدم ايه؟ كمبيوتر. طب ايه بقى معناها دي؟ تيرن اون تشغل، ولا لوج ان تدخل على الجهاز بتاعك، ولا فيل ان تملا، ولا بلاج ان توصل فيه شقه؟ كده بقى لوج ان، ان انت تعمل لوج ان، تدخل على الجهاز، تدخل على الموقع بتاعك، تدخل على الفيس، تدخل على التويتر، الحاجات اسمها لوج ان. وعندك انت ايه؟ لوج اوت، ان انت تطلع. طيب بليز، من فضلك، ايه بقى؟ ذا الارم كلوك، الارم كلوك المنبه. I want to sleep again، أنا عايز أنام، مين عايز ينام؟ يبقى المنبه اشتغل، هو ضايقه، يا عم اطفي 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 المنبه، أنا عايز أنام تاني، يبقى له إيه بقى؟ turn off، اطفي المنبه. turn on معناها يشغل، plug in يوصل الفيشة، و charge يعني يشحن. ثلاثة، to form a noun عشان نعمل الاسم from the verb instruct. instruct معناها يعلم، يعني يدي معلومة، يدي تنبيه. طيب عايزين نخليها إحنا، عايزين نخليها اسم. بنحط لها suffix إيه بقى؟ I و N ولا I N ولا N E S S ولا من؟ بنحط لها الاي او ان، عشان كلمه انستراكت تبقى انستراكشن. انستراكت معناها يعلم، يدي تعليم او تنبيه. انستراكشن بمعنى تنبيه او بتدي تعليمات. انت بقى اربعه، زير از يوجد كذا بريدج، بريدج يعني كوبري، اوفر ذا ريفر، عن النيل. اتس ميد اوف وود، مصنوع من الخشب، يبقى نقول عليه خشبي. وود معناها خشبي، ميتال معناها معدن، بلاستيك مش محتاجه ترجمه، وول معناها صوف. الجمله خمسه، The boxes are decorated with shells and traditional designs. بيقول لك الصناديق مزينه بشيلز، شيلز اللي هي القواقع، بطريقه تقليديه او تصاميم تقليديه. دي انتنم عايز مضاد لكلمه traditional، traditional يعني تقليدي، وان الحاجه التقليديه بتبقى حاجات قديمه موجوده في العرف بتاع الناس من زمان، فبنقول عليها اولد فاشن، ما زيها زي traditional. modern يعني حديث، اولد يعني قديم، وهيستوريكال معناها تاريخي، يبقى modern. modern عكس traditional، modern عكس traditional. حركة الشاشة مع الجملة الأخيرة في اختاره، بيقول لك فيها، بيقول لك what an amazing story، يا لها من قصة amazing، معناها مدهشة جميلة حلوة خالص. the synonym of amazing، عايز مرادف لأميزنج، مذهل إيه؟ surprising مذهل، ولا ordinary عادي، ولا boring ممل، ولا bad سيء؟ surprising زيها زي amazing. حركة الشاشة عشان دلوقتي هنكتب ونصحح الأخطاء اللي موجودة في الجمل اللي قدامنا. بيقول لك complete the sentences with the correct form of the words in brackets، نصحح بالشكل المناسب ونكتب هنحل. He was taking a shower when the phone، when the telephone، كان بياخد ايه؟ بياخد حمام، بياخد دش. الماضي المستمر تحققها في was taking، يبقى انت كده عايز ان الفعل رينج يبقى ماضي بسيط، بس الفعل ده شاذ ما اقدرش اضيف له ايه دي، يبقى رينج، رانج، رانج، رانج هو الماضي منها، ار اي ان جي. خلاص يبقى كده هو جبناها في شكل الماضي، انا كبرتها لك ايه لأكبر درجة ممكنة عشان إيه؟ عشان تشوفها مكتوب. نروح اللي بعدها. It كذا رين the whole day. whole day معناها طول اليوم. ودي إشارة على الاستمرارية. So we decided to stay at home، إذا إحنا قررنا نقعد في البيت. يبقى أنت كده عايز رين تبقى ماضي مستمر مع الإيه، تنقول إيه؟ was raining. كانت الدنيا بتمطر. R A I N I N G. كانت بتمطر. اللي بعدها I was watching TV while she called me. واي ما تنفعش، ما يجيش وراها ماضي بسيط، يبقى نقول البديل بتاعها مين؟ البديل بتاعها وين، لان هي ينفع يجي في جملتها ماضي بسيط. نروح للجمله رقم 4، يجيب لك فيها فراغ. بي يو تمام ستيل وركينج ات 7 بي ام. طيب بي، طب ده سؤال كده عايز اقول له، انت هل انت كنت بتعمل الساعه 7 مساء لاست نايت؟ فبنقول ايه؟ يبقى نقول ايه؟ وير يو، وات ستيل وركينج موجوده، يبقى انت هتقول ايه؟ وير يو. اللي احنا قلنا السؤال في الماضي المستمر لما ما يكونش فيه كلمة استفهام بنجيب له فعل مساعد ووز أخبار وبعد كده الضمير. ماشي، احنا خليناها ليه وير؟ علشان يو. وير يو، هل أنت كنت لا زلت تعمل الساعة 7 مساء؟ الجملة الأخيرة، سامي جايب لي فراغ، فينيش الفعل فينيش، أول هيز
all his exams last week. Last week تدل على الماضي البسيط يبقى نخليها finished. F I N I S H E D. طيب نروح للتدريب الأخير. في عندك في التست يور سيلف. وده هنا بقى هتكتب موضوع انشا بيقول لك فيه write a paragraph of 100 words and 10 100 كلمة و10 على ايه بقى؟ A review of Egyptian handicrafts. اختار لنا حرف من الحرف المصرية اليدوية واكتب عنها ريفيو، يعني اكتب عنها زي مقالة صغيرة كده. تمام، عايزين 110 كلمة، اختار أي حاجة. يعني مثلا ممكن تختار صناعة البوتري اللي هي الفخارية، ممكن تختار المشغولات الخشبية، ممكن تختار حرفة النحت كيرفينج. تمام، أي واحدة من دول. ممكن تختار صناعة السجاد الكاربت واحكي عنها زي ما انت عايز، قول والله مصر مشهوره بالحرف زي الحرف بتاعت البوتري، وممكن تستغل القطعه بتاعت مركز الفصات اللي جنبك دي موجوده، بس طبعا ما تنقلش منها جمل نقل مسطره، انا قصدي تاخد الفكره مش تنقل هنا لمصر، عشان في طلبه بتفكر نفسها ناصحه ويجي لما اقول له الموضوع انشا يروح ينقل فيه القطع. لا، المدرسين هم بيصححوا وبيجروا، ولما بيجروا طبعا انت كده هتخسر درجات، ان هو هيعرف ان انت ناجل القطعه ناجل. لا طبعا غلط. نروح لطلبتنا في الازهر ونشوف عايز منهم ايه. write a paragraph of about six sentences. هيكتب 6 جمل على ايه؟ a problem with your laptop. مشكله حصلت في اللابتوب بتاعك، ودي سهله جدا، في قطعه اساسا كانت موجوده عن اللابتوب في الجزء ده من الدرس. قول والله اللابتوب بتاعه ما كانش تعطل. طب يا عم تعطل ليه؟ تقول مثلا انا خمنت ان كانت الكهرباء ولذلك رحت شحنته، وبعد ما شحنته برضه في مشكله، ده مشكله في الباسورد. برضه ايه دي الجمل عندك انت تكتبها كلها في الماضي البسيط، لان المفروض انت بتتكلم عن حاجه حصلت كده. شباب تكون انتهت التدريبات على الدرس 3 و4 من الوحده الثانيه، كنا من واخدينها من كتاب جيم العام 2023. تدريباتنا معاك لم تنتهي بعد، ان شاء الله ظن في المزيد مع معلم خبير الومنيزيوم استاذ عزت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.